اطلع. ايوه كده. القناة الخامسة من الإسكندرية، نحييكم أعزائي المشاهدين ونرحب بكم في مناسبة من أجمل المناسبات، وهي بداية الإرسال الرسمي لقناتكم القناة الخامسة، فهي تمثل إنجازا إعلاميا ينضم إلى قافلة الإنجازات الإعلامية المصرية محليا وعالميا، وخير ما نستهل به برامجنا القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.